وسعد الله صباحكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من بدون تحيز. اليوم حلقة استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة. اليوم الديوان بقيادة الزميل العزيز نادر بن جخير تم استضافة فيه نجوم حياتك اثنين. يعني يقول لك ترى الذكرى ولو حلوة طواريها تهد الحيل. شباب قدموا وأبدعوا، رايد الشمري، فهد الحركان، محمد الحارثي والضيوف الكرام اللي كانوا متواجدين، شكرا لهم، شكرا لحضورهم. تمنيت لو صوتي حلو، لو اني شاعر او اي موهبة اجي اقدمها، لكن عاد شكرا الله انا مقدم ونادر مقدم، فما يصلح نخش على حق اخويانا متسابقين، ما يصلح تخش اذا انت مو بمنشد تروح تنشد، اذا انت مو بشاعر تقول انا بروح اكتب قصيدة، هذه مصيبة. صباح الخير علي. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين الكرام، وليلة سعيدة هانئة علينا وعلى المتسابقين الكرام. الله يعطيك العافية المخرج. يوم سعيد علينا وعليكم إن شاء الله، وليلة هانئة، ومرحبا بالجميع، ضيوفنا وضيوف نادر بن جخير وضيوف غالين على قلوبنا حياتك اثنين. لا لازم تزود مدح، ما راح أروح لأبو منصور لنزود مدح. والله يحييهم، مرحبا مليون في هذا الحركان، محمد الحارثي ورايد الشمري وشجاع شاعرهم الرابع وضيفنا من قطر، الله يحييه ومرحبا مليون بالجميع. والله يعني ليلة مختلفة تعيد لنا ذكريات جميلة معكم مع أبو منصور كمتابعين جيدين ونقاد معنا، مرحبا بكم. ترى نقدر نجتمع كلنا ونسوي برنامج نرجع رياليتي وانت تمسك فقرة النقد، تدري والله العظيم اتكلم جد سامي برايم الله تزبط. شوف ابو منصور صباح الخير. يا مرحبا، صباح النور. مستانس ها؟ لا خل علي يتكلم لين بكره. اصدقائك جو اليوم. هذا وش ذا؟ حلاوه. صبح عليكم وصبح على الساده المشاهدين وصبح على المخرج. المخرج حبيبي الله يرضى عليك، اذا تكلمت تحط الصوره على تركي احنا نتكلم، ما ينفع كذا ابوي، لازم تكون سريع على الرجع شخصنا. يلا خلاص متى ما تبغى انت عاد علمنا. تكلم مخرج صوتي يعني ورا صوتك. لا مخرج يعني الربع ما ادري ايش فيهم، فواصل كثيره. مشكله في النقل. تركي سولف حط الصوره على سالم حزام، الصوت حتى يفرق ما يجي. فهمت الفكره؟ فيعطيك العافيه ابو، شد حيلكم. كنترول قد ادخل هنا. هذه فقره ابو كاتم ادري عنه. بعدين اي فقره ابو كاتم الظلام كذا كنا تائب يجيب المتسابقين اشياء كثيره احنا ما نبي نتكلم فيها عشان ما حد يزعل. اي عشان ما تزعلون تحطه على شجره. الحين المخرج اتمنى انكم تواكبون الحدث، تواكبون البرنامج، تواكبون النجاحات اللي قاعده تصير، تواكبون نجاحات بدون تحيز لكل الفقرات، لكل العاملين هنا في القناه. واما اليوم في حياتك اثنين وفي الضيوف السنحاني والمري اصدقائي حياتك اثنين اولئك اصحابي، فجئني بمثلهم اذا وحزام ما يروح الهواء اسلم. على العموم اي والله من قال سالم كني عاثر تقول لي اسلم. ايه لا اقول يعني حياتك اثنين يعني حتى الحلقه يعني حتى الحلقه فاصلين يا جماعه تكفون يعني انما قلنا نسينا جد علم جديد الله يعيننا بس يا الله كان في شيء في بالي نسيته يا رب اني اذكره يا رب اني اذكره. طيب خلونا اول شيء نذكركم اليوم راح نوزع 600 نقطة للمسابقين عبر هاشتاج البرنامج البزنس 71. شاركونا اسم المتسابق راح نسوي عليه السحب ان شاء الله، والفائز راح ياخذ تو عندكم ما قلتوا 600 نقطة. في شيء في بالي والله الله يذكرني شهادة لا اله الا الله. لا في شيء